بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، تأليف الشيخ محمد الخضري رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في خطبة النبي الجامعة في حجة الوداع، والنبي له خطب كثيرة في حجة الوداع، وكلها تدور حول نفس موضوع هذه الخطبة. أحيانا في بعض تفاصيلها تزيد كلمة تقل كلمة، التعبير يختلف، لكن هو الموضوع واحد. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية، وخطب يوم عرفة خطبة واحدة. يوم عرفة خد بالك إنها بتبقى خطبة واحدة قبل أذان الظهر مباشرة، يخطب خطبة واحدة مش يخطب خطبتين، وقبل الأذان مش بعد الأذان، بحيث ينتهي منها يكون دخل وقت الظهر، يخلص الخطبة يأذن ويصلي الظهر والعصر ركعتين قصر جمع تقديم. فين؟ في مسجد نمرة أو في منطقة نمرة، ما كانتش مسجد أيام النبي، دلوقتي عملوها مسجد. وبعد كده يبدأ الوقوف بعرفة من بعد هذه الصلاة إلى طلوع فجر اليوم اللي بعده. والسنة إنك أنت يجتمع عليك الليل والنهار، جزء من الليل وجزء من النهار يجتمع عليك. فإن أدركت عرفة نهارا ومشيت قبل غروب الشمس يبقى إيه؟ يجب انك تذبح نسيك في وجه عند الشافعية، وفي وجه انه يسن له ان يذبح نسيك. ولو جاب الليل انعقد حجه بس عليه برضو نسيك، ليه؟ لانه لم يجمع بين الليل والنهار. لو جاء بعد طلوع الفجر خلاص، طب هو محرم بالحج، قال لبيك اللهم بحجة، وبعدين اتأخر لأي سبب، فلما وصل كان الفجر جدا، وصل عرفة الفجر جدا، يعمل ايه؟ يعملها عمرة. يسموها ايه؟ عمرة الفوات. يسموها ايه بقى؟ عمرة الفوات، يعني فاته الحج فقال بقى عمرة، فهم؟ يسموها عمرة الفوات، لانه احرم خلاص، مش اول ما يوصل إيه الفجر جدا يروح قالع هدومه بقى ويلبس بدلته ويروح، لا، الاحرام عشان تحله لازم تطوف وتسعى، فهم؟ مش حاجة سهلة، يعني عبادة شديدة التعلق. فيبقى لو أدرك عرفات بعد طلوع الفجر وهو نوى حج، سواء مفرد أو قارن أو متمتع، أدركها لأي سبب، ساعات السيارات تتأخر، ساعات يجيله مغص ويتعب ويودوه المستشفى في مكة، وبعدين يخف قبل الفجر بساعة يقولوا له روح الحق الحج، فهمت؟ يقوم على ما يوصل من الزحمة يوصل لها الفجر جدا، يعمل إيه المسكين ده؟ احيانا السلطات السعوديه تلاقي تاشيرته كانت مزوره او جاي من غير تصريح، يقوموا يحجزوه ويقعدوا يحققوا معاه، والناس واقفه في عرفه وهو لابس لبس الاحرام، يا جماعه سيبوني استنى اما نتحقق، واخد بالك؟ على ما يتحققوا يعرفوا انك انت تاشيرتك مزوره، بس تصعب عليهم يقول لك طب روح حج وما تعملش كده تاني، ويبصمك. فاهم؟ على ما توصل تلاقي ايه الفجر ده، تعمل ايه؟ هتروح تتخانق معاهم؟ خلاص اعملها عمرة، اسمها عمرة الفوات، تطوف وتسعى وتحلق شعرك وتنك ايه قاعد بقى ايه تحج السنة اللي بعدها ان شاء الله. النبي خطب يوم التروية 8 ويوم عرفة، وخطب يوم النحر، وخطب كمان في منى ايام التشريق، شوف اربع خطب، فهمت بقى؟ وتقريبا الخطب دي كلها لما تيجي تجمعها تلاقيها كلها موضوعها متقارب، وعشان كده جمعوها كلها في خطبة واحدة وسموها خطبة حجة الوداع، وإحنا قرأنا فيها إيه جزء منها في الحلقة الماضية. نقرأ الماضي دون إيه؟ دون تعليق، ونبتدي نعلق من أول ما وقفنا. وفي التاسع منه، يعني من ذي الحجة، توجه إلى عرفة، وهناك خطب خطبته الشريفة التي بيّن فيها الدين كله، أسه وفرعه، وهكذا نصها: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. إن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا عم العباس ابن عبد المطلب، وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أبدأ به دم عامر ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية. وقفنا عند هذا الحد. بقية الخطبة قال صلى الله عليه وسلم: والعمد قود، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر، وفيه 100 بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. عمد، العمد يعني القتل عمد، يقولك مع سبق الإصرار والترصد. قتل مسلم متعمدا، يبقى فيها القود. القود يعني القصاص. يبقى القود يعني إيه؟ يعني القصاص، النفس بالنفس. وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر. إيه شبه العمد؟ يعني يضربه حتى يموت بما لا يقتل غالبا. يعني العصاية لا تقتل غالبا، أما أمسك عصاية كده واضرب بها واحد يتألم وقد تكسر له عظمة، لكن ما تموتش غالبا. العصا ما تموتش في الغالب العام، إلا لو كنت جايب بقى مرزبة، دي حاجة تانية، دي يسموه المثقل. المرزبة دي يسموها مثقل، قتل بالمثقل يعتبر عمد برضو. جايب المرزبة بتاعت الإيه الحداد واداله على دماغه، طب ما خلاص انتهى، فهمت؟ يبقى برضو قتل عمد. لكن هو جايب عصاية ولا كرباك ولا حاجة واحد يضرب بيه، هو ما يقصدش يقتله، أو مثلا نغزه كده عشان يبعده، فجاله إيه هبوط في عضلة القلب من الخضة ومات. ده يسموه إيه؟ شبه عمد. يبقى اللي يحدد شبه العمد الآلة، واللي يحدد العمد الآلة برضه. ما بنسألش نيته. واحد مسك سكينة وضرب واحد يقول أنا كان قصدي أجرحه، لا يا سيدي السكينة تقتل، تبقى أنت متعمد. لا نسأله عن نيته. طالما الآلة تقتل غالبا لا نسأل عن النية. فهمت بقى؟ واحد مسك مسدس ويضرب يقول أصل أنا قصدي كنت بس إن أنا أهدده، لا يا سيدي قتل عمد، لأن المسدس يقتل غالبا. مش كده برضو؟ يبقى إحنا بنشوف العمد وشبه العمد الحالتين. البني آدم قتل خلاص، الفرق هو الآلة. إن كانت الآلة تقتل غالبا بحد أو بثقل، يعني حجر تقيل أو شيء من هذا، يبقى يسموه عمد. حتى لو حلف قدام القاضي والله ما قصدتش، ماليش دعوة، القاضي يحكم إن ده قتل عمد، وفيه القواعد القصاص. لكن شبه العمد اللي هو إيه؟ الآلة لا تقتل غالبا، زي وكزه موسى فقضى عليه. سيدنا موسى يعني لما وكزه ده قتل خطأ، هي الوكزة دي بتموت ما بتموتش؟ بس الراجل لما شاف سيدنا موسى وعليه هيبة اتخض، في قلبه وقف الخض، فهمت؟ لأن سيدنا موسى كان عليه هيبة شديدة، كان بني إسرائيل وفرعون نفسه كان يخاف يبص في وشه سيدنا موسى. ما ربنا غطى بالهيبة عشان يحميه من فرعون، غطى بالهيبة والمحبة، اللي يشوفه يحبه ويهابه علشان يحميه من فرعون وإجرامه، فهم؟ فطبعا لما سيدنا موسى وكز الرجل، الرجل أول ما بصش سيدنا موسى اتخض، قلبه وقف مات. يبقى اسمه قتل خطأ، لأنه ده قتل بغير آلة، فهمت؟ يبقى زي ضرب التأديب. ضرب التأديب إذا قتل بضرب التأديب يسموه قتل شبه عمد. شبه عمد مش عمد. طب وشبه العمد ما فيهوش قصاص، في دية بس. شبه العمد ما فيهوش قصاص، يعني اللي يحكم عليه بالإعدام، لكن يحكم عليه إنه يدفع دية.
ايه هي الدية؟ زي ما بينا النبي، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه 100 بعير، يبقى فيه 100 جمل، يبقى ايه الدية؟ 100 جمل. يستوي فيها الانسان الصغير الرضيع والانسان الكبير، يستوي فيها الانسان المشلول والانسان السليم. فهمت بقى ازاي؟ يستوي فيها المتعلم والجاهل والعاجز والقادر، لان دي روح بشريه محترمه، فهي 100 بعير على طول، 100 جمل، يعني بسعر اليومين دول لو حولناها لدنانير تطلع 1000 دينار، لو حلناها فضه تطلع 12000 ايه درهم، لو حلناها ايه لفضه 12000 درهم، الدرهم 2.9 جرام فضه، تضرب 2.9 في 12000 في سعر جرام الفضه، تعرف على طول الديه بكام بالفضه سهله، يعني ممكن تطلع كالكوليتر وانت بتسمع كده الحلقه تحسبها لي على طول. ولو حسبناها بالدنانير 1000 دينار، الدينار 4.25 جرام دهب عيار 21، تضرب 4.25 جرام في 1000 في سعر الجرام اللي هو حوالي 600 جنيه مصري دلوقتي، يطلع لك ايه الديه قرب المليون جنيه يمكن توصل. ده بالذهب، وبالفضه ها بالفضه هتوصل يمكن تعدي، واحد حسبها لك ويقول لك 2.5 مليون بعد ما عوموا الدولار ما هتزيد وترخص حسب بقى سعر الذهب، واخد بالك؟ ده لو عمد، ولو شبه عمد افرض بتوع العمد اولياءه قالوا احنا مش عايزين يقتل، هنستفيد ايه احنا بقتله؟ يدينا الديه نربي بيها عيال، سايب ايتام ناخد الديه نربي بيها العيال، فيبقى ياخدوا الديه. فهمت بقى ازاي؟ لكن شبه العمد ما قاموش الا الديه بس، لا ليس لاولياء المقتول ان يطلبوا قتله، ده شبه العمد. والخطا فيها ايضا الدية، بس الدية مخففة، في الخطأ دية مخففة، وفي العمد دية مغلظة، وشبه العمد فيها دية مغلظة. كويس؟ فدار الافتاء المصرية مشيت على ان الدية المخففة نحسبها بالفضة، والدية المغلظة نحسبها بالذهب، عشان نخفف ليه لتفاوت سعر الذهب عن الفضة دلوقتي. فالدية بالفضة مثلا توصل لها ممكن 170,000 جنيه ولا حاجة، لو بسعر الفضة تقريبا يعني، أو 200,000، لكن لو بالذهب هتوصل 2 مليون وشوية. فاهم؟ فيبقى إيه؟ آدي الدية. خلاص؟ فيبقى النبي بينها هنا علشان محدش يتجرأ على إنسان. لما يعرف إنه هيغرم يبقى إيه؟ يقوم يحافظ على أخيه الإنسان. والعمد قود، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه 100 بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. لو طلب زيادة عن كده يبقى من اهل الجاهليه، الحقت له وقت اللي يتشدد له، يبقى ده مجرم بقى، هو قتل نفسه واحده تقوم تقتله هو القاتل، وتقتل كمان قرايبه واولاده واللي يتشددوا له، تقتل قدام واحد 10، تبقى مجرم، تحولت الى مجرم. فهمت بقى؟ يبقى على شكل ما تزودش عن الحد الشرعي. لو طلب زياده الديه 100 جمل قال لهم لا ده ابننا ده غالي علينا، وده اي حاجه 200 جمل 1000 دينار، ده الناس العاديين، ده احنا عيلة كبيرة، 2000 دينار احنا هناخد ضعف الدية، يبقى ده برضو ايه اجرام وايه وتعدي على حدود الله. فهمت بقى المسألة؟ علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمن زاد فهو من اهل الجاهلية. ايها الناس ان الشيطان قد يأس ان يعبد في ارضكم هذه. خلاص النبي بيقول كده، والوهابية يقول لك الشرك دخل في جزيرة العرب، يبقى نصدق النبي ولا نصدق الوهابية؟ والوهابية يقولوا كده الشرك دخل في جزيرة العرب، كان محمد بن الوهاب بدين جديد ما شاء الله، وأدخل الإسلام من أول وجديد، مش بيقولوا كده في كتبهم؟ لا يا سيدي، النبي قال إن الشيطان لا يعبد في جزيرة العرب، خلاص يائس. لكن ممكن يعملوا معاصي، أنا معاك يعمل معاصي، المسلم مش إيه؟ مش معصوم. عشان كده النبي يقول إيه؟ وعشان كده في حديث تاني في البخاري يقول إيه؟ ما الشرك أخاف عليكم، لكن أخاف عليكم الدنيا تنافسوها فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم. لكن النبي مش خايف على أمته من الشرك، لكن محمد بن عبد الوهاب والوهابية خايفين على أمة النبي من الشرك، يبقى نمشي ورا مين؟ وعشان كده كفروا المسلمين بسهولة، وبعدين لما كفروا المسلمين استحلوا دماءهم وهم يقتلوهم. دي ده مذهب شيطاني إبليسي في صورة وهابية. ليه؟ لأنهم استحلوا دماء المسلمين وإيه وقتل المسلمين بعدما كفروهم،
يعني عملوا معصيتين كبار، كفر من لا يكفر وقتل من لا يقتل. شفت بقى المعصيتين الكبار؟ فربنا ينجينا. والرسول صلى الله عليه وسلم علشان كده قال تستعيذ بالله من الشيطان لما يجي لك غضب، ليه؟ عشان تطفئ. هذا يعني معناه انك انت ايها المسلم جزيئاتك دي كلها والميه اللي بتجري فيك كلها ماشيه كلها بسم الله منتظمه كده، فتلاقي قلبك مطمئن راضي بقضاء الله، ماسي شاكر وماشي كده في دنياك ايه سعيد بربك وراضي عن قضاء ربك. فالنبي بيقول ايه؟ ايها الناس ان الشيطان قد يئس ان يعبد في ارضكم هذه، يعني اراضي الاسلام. خلاص المسلم اللي ذاق حلاوه الايمان عمره ما هيتخذ لله ندا وهو خلق، مستحيل. اذا كان النبي ما تعبدش هنعبد الولي؟ فهمت؟ ده مستحيل. احنا نحب الولي ما بنعبدوش، ونزور الولي حيا وميتا لكن ما بنعبدوش، ونحب النبي حيا وميتا ونزوره حيا وميتا ولكن لا نعبده. فهمت بقى ازاي؟ لا نعبد الا الله، الحمد لله. اتربينا واحنا كده بنرضع من امنا وهي تقول ايه؟ بسم الله، يعني بترضعك بسم الله. فاسم الله ده بقى يجري في عروقك جري الدم. يعني حتى خلايا جسمك اتربت على اسم الله. مش كده وبس، وكل ما تعمل حاجه حلوه تقول بالصلاه على النبي. فتربيت جسمك كله اتربى ونمى باسم الله والصلاه على النبي. لو خليت خلاياك دي تنطق هتقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، لانها متربيه على كده. انت ما تشربش شربه ولا تاكل اكله الا تقول ايه؟ بسم الله. ولما تخلص تقول الحمد لله. فتبص تلاقي يجري في جسمك هذا الذكر. ده هم صوروا حتى الميه صوروها جماعه في اليابان، مسكوا كوبايه ميه كده وقعدوا يصوروا جزيئاتها بطرق معينه الكترونيه، وتقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فيلاقوها تنتظم بنظام جميل. ولو ما ذكرتش اسم الله تلاقيها مش منتظم انتظام منتظم، تلاقيها ايه؟ ملخبطه، جزيئاتها ملخبطه. ولو كمان قلت كلمه قبيحه تلاقي الميه تبقى ايه؟ جزيئاتها مشوهه. سبحان الله، بتحس. يعني الميه دي بتحس، والله تجارب حسيه. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. لو ما صدقتش ان الكلمه تاثر، مش ربنا بيقول الا بذكر الله تطمئن القلوب؟ والقلوب فيها ايه؟ فيها دم، والدم مكون من ايه؟ 95 منه في المية منه ميه. يبقى بتتاثر ولا لا؟ ميه جسمك اللي هو دمك بذكر الله يطمئن قلبك. وانت نفسك لما واحد يقول لك كلمه تغضبك تلاقي ايه؟ الدم غير في عروقك، يعني غيرت الميه اللي فيك، فبقت ميه بتغلي. حتى الناس العوام يقول لك ايه؟ كفايه بقى انت سخنتني، مش كده؟ سخنه يعني ايه؟ يعني اثر الكلام القبيح فيه فاغضبه. يبقى الكلمه الطيبه تروق البال، والكلمه السيئه ايه؟ تغضب. واخد بالك ازاي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم علشان كده قال تستعيذ بالله من الشيطان لما يجي لك غضب، ليه؟ عشان تطفئ. هذا يعني معناه انك انت ايها المسلم جزيئاتك دي كلها والميه اللي بتجري فيك كلها ماشيه كلها بسم الله منتظمه كده، فتلاقي قلبك مطمئن راضي بقضاء الله، ماسي شاكر وماشي كده في دنياك ايه سعيد بربك وراضي عن قضاء ربك. ليه؟ لان الانهار اللي بتجري فيك في عروقك انت انهار وبحار شغاله وليها امواج. لو سمعتها بالجهاز الدوبلر اللي هو الموجات الفوق الصوتيه تسمع كان جواك بحار شغال، كأن المحيط شغال جوه، تحطها في القلب تسمع أصوات إيه ده، ولا المحيط الهندي والهادي، واخد بقى؟ أصوات رهيبة. لكن من رحمة ربنا تحطها على الأوردة والشرايين يسمعوها وبيسجلوها. لكن ربنا من كرمه جعل إن الحاجات دي تجري بموجات فوق صوتية، يعني فوق صوتية يعني لا يدركها أذنك، وإلا ما كنتش عرفت تنام يا مسكين، ولا عرفت أكلمك ولا تكلمني، لأن كل واحد ماشي مصنع ماشي، هتبقى جلبة رهيبة. فهمت ازاي؟ لكن ربنا من رحمته جعل هذه الجلبة كلها موجاتها غير صوتية، يعني لا نسمعها. يقوم يعمل لك جهاز موجات فوق صوتية يقوم يلقطها يسمعها. شفت بقى؟ فدي قدرة الله.
يبقى اذا كان الماء يتاثر بذكر الله يبقى انت كل جسمك ايضا يتاثر بذكر الله، لان جسمك من ميه، وجعلنا من الماء ايه كل شيء حي. ده عملوا بعض التسجيلات كده على بعض الخرفان في المزارع، اما يجي يقول بسم الله الله اكبر الخروف ايه يسكن للذبح، وبتسجلها على اليوتيوب بدل ما تتفرج على المقاطع المخله، اتفرج على المقاطع اللي تزود ايمانك. فاهم يعني؟ جاب لك ناس في مزارع، في حتى مزارع في اوروبا، يجيب الخرفان يقول بسم الله الله اكبر، تلاقيه يجي له الخروف يعمل له رقبته كده ويهدأ، ولو ما قالش كده الخروف يبقى نافر مش عايز. يعني اسم الله حتى يؤثر حتى على الدواب، وعشان كده لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. وكأن ذكر اسم الله مخدر موضعي للحيوان فيتحمل الذبح دون ألم. فهمت ازاي؟ لأنه راضي بقضاء الله، ربنا خلقه ليذبح فيؤكل، بيأدي مهمته فهم يقبلها. على أي حال ناخد بالنا من الحكاية دي، إن احنا لا نتصور مسلم بعدما ذاق حلاوة الإيمان يدخل الشرك في قلبه، لا نتصور ذلك. جزيئاته بتوحد حتى وهو نايم. فهمت؟ عشان كده بيقول أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمال. يعني يطاع في المعاصي بس، شوية معاصي بقى يعملها المسلمين لأن مش معصومين. هو اكتفى الشيطان بكده، لكن لا يصل أمله أن يكفر المسلم، ما يعرفش حتى دي، ما يعرفش فيها حاجة. لكن ممكن يخليه يشرب خمرة وضميره يأنبه ويتوب، يخليه يكذب احيانا ويقول ما يصحش كده ويرجع يتوب، يخليه مثلا ياكل بعض المال الحرام وبعد كده يتوب وضميره يأنبه، او يعني يسيء لبعض المسلمين وبعدين بعد كده يعتذر له، وهكذا. دي كلها اسمها معاصي. ايها الناس ان النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ثلاث متواليات واحد وواحد فرد، يعني منفصل، ذو القعدة وذو الحجة وإيه والمحرم، دول ثلاثة متواليات، ورجب الذي بين جمادة وشعبان. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. النسيء كان عادة العرب في الجاهلية لما يحبوا يحاربوا في شهر حرام يقول لك طب ما تأجل الشهر الحرام ده وخليه صفر ويضربوا بعض. يا جماعة ده محرم، لا خلاص ده هنسميه صفر ونخلي محرم نجيبه بعد كام شهر. بيلعبوا في الشهور يعني. فهمت ازاي؟ النسوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينا أن النسيء كفر بنص القرآن وتغيير الزمان، وهو خلق الله الذي ربط به العبادات. شهر رمضان ده زمن، فلما يلعبوا في الشهور ما نعرفش هنصوم امتى، لما يلعبوا في الشهور ما نعرفش هنحج امتى. فهمت؟ فربط العبادات بالشهور، وبالتالي اللعب في الزمان يؤدي الى هدم الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذا كان من فعل الشيطان، وان الله في حجة الوداع استدار الزمان فكل اثر النسيء ذهب، وايه وصار الزمان كما خلقه الله يوم خلق السماوات والارض، ان ده ذو الحجة الحقيقي وان دي عرفات حقيقية. ومن ساعتها انتظم ايه الحج من حجة وداع النبي إلى يومنا هذا، الحج يأتي في ذو الحج الحقيقي الذي خلقه الله، لأن الزمان خلقه الله كما أنه خلق المكان. أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقا. يبقى الناس هنا المقصود إيه بهم؟ الرجال، طالما بيتكلم أيها الناس، ومش كل الرجال المتزوجون كمان، مش العزاب، لأن الأعزب مالوش نساء تحت إيه؟ تحت عصمته، لكن ليه نساء بقرابته، ليه أم، ليه أخت، ليه عم، خالة، لكن مالوش نساء بعصمته. فأنا بيوجه الكلام للمتزوجون، لأن المتزوجون مكلفون تكاليف أشد من غير المتزوج، وبالتالي الزواج يكمل الدين، لأنه إيه بتكثر التكاليف على المتزوج وتقل التكاليف على الأعزب. أيها الناس إن لنسائكم يعني أزواجكم عليكم حقا ولكم عليهن حق ألا يطئن فروشكم غيركم ولا يدخلن أحدا ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم
ولا يأتينا بفاحش. يبقى ايه حق الرجال على ازواجهن؟ ان الزوجة ما تخونوش في عرضها، ولا تدخل واحد بيكرهه في بيته من وراه، ولا تنيم واحد على فراشه من وراه. فهمت؟ ده حق الزوج. لو عملت كده والا تأتي بفاحشة، يعني ايه؟ يعني تحمل من غيره وتقول له اه اللي في بطني ده منك، مبروك انا حامل، وهي عارفة المجرمة انها حامل من واحد تاني. فهمت بقى ازاي؟ كده ما ينفعش. لو عملت المرأة ووفت وكانت عفيفة أمينة، يبقى وجب على الرجل حسن معاملتها والنفقة عليها وكسوتها. فهمت؟ يبقى واجب عليه ان هو يعمل كده طالما أمينة عفيفة. فهمت؟ فإن فعلنا، لو فعلت بقى حاجات من المحرمات دي، أدخلت وأنامت على في الفراش الزوج من لا بغير إذنه، رجل بغير إذنه، أو أدخلت البيت رجل هو يكرهه، أو خانته في عرضها، يعني عملت أي حاجة من دي، فإن فعلنا فإن الله أذن لكم أن تعضلوهن. تعضلوهن يعني إيه؟ يعني تصعبوا عليهم المعيشة، تعاقبها بقلة النفقة وتعنفها بالكلام. يبقى العضل هو إيه؟ إنك أنت تعاملها معاملة غير حسن من باب التأديب. أن تعضلوهن، ومش كده بس، وتهجروهن في المضاجع، لأن الهجران في المضاجع برضه إيه؟ يدل على أن ما في بطنها ليس منك. لما تهجرها في المضاجع تلاقيها حامل، وأنت هاجرها في المضاجع بقالك شهر بتأدبها، وبعد كده بصيت لقيت جالها مغص وديتها للدكتور قالك مبروك المدام حامل في شهر، طب ما أنا بقالي شهر ما رضيتهاش. يبقى الهجر في المضاجع برضه يعين على إيه؟ نقاء النسب. وفيه تأديب للمرأة أيضاً. ليه؟ لأنك حرمتها من قضاء وطرها. يبقى فيه تأديب وفيه أيضا إيه؟ اطمئنان على براءة الرحم. ومش كده وبس، لو ما اتعظتش مع سوء المعاملة ومع الهجر في المضاجع، يبقى يجوز الضرب. علشان كده قال إيه؟ وتضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ضرب تأديب وليس ضرب إيه؟ إيلام. ضرب تأديب تتجنب فيه الوجه وألا يكون أمام الناس، وألا يترك أثر على الجسد. ده ضرب التأديب. يضربهن يعني ايه؟ يعني تجنبوا الوجه وليس امام احد ولا حتى اولادها، واخد بالك؟ والا يترك اثر على الجسد. مش تديها بالبوكس فريد شوقي انت، ما ينفعش. ها، حرام الحكايه دي. او تضربها بالقلم على وشها، تنزل لها سنانها، تبقى انت مجرم كده، تحولت من مظلوم الى ظالم. فهمت بقى؟ كنت الاول مظلوم عشان هي ظلمتك، تحولت الى ظالم يا مجرم. فهمت؟ يبقى ما ينفعش، يبقى ضرب غير مبرح. مش تضربها كده وتديها بالشلوت وتكسر لها عظمها، وطول ما ربنا بيقول واضربهن، تبقى انت مش فاهم، ربنا ما بيقولش كده، شيطانك اللي بيقول كده. فهمت؟ علشان كده اساءوا فهم الدين بسبب فعل كثير من عصاة المسلمين، وتعللوا بالايات على غير مراد الله منهم. فهمت؟ عشان كده النبي بيبين ان الضرب يكون ضرب غير مبرح. حتى اولادك لما تضربهم برضو لازم تضربهم، تتجنب الوجه ولا تترك اثر ولا تؤلمهم، والا يكون امام الناس حتى ولو امام اخواته التانيين كمان. يبقى ضرب التاديب لهم وصفات بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. عشان كده قال ايه؟ وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهينا وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لو أطاعوا وعادوا خلاص نرجع نكسيهم ونعملهم معاملة حلوة ونتأكلهم أحسن أكل وكل حاجة ونسكنهم في أحسن مكان. طيب مش عايزة تطيع، تعمل إيه؟ تقتلها؟ لا، تطلقها بس، مفيش بينك وبينها إلا كلمة، طلقها وخلاص وسيبها بقى، أطلق صراحة. لكن تعيش معاها طول عمركم تكيدوا في بعض وتلموا عليكم الجيران وبينكم بلاغات بوليس ومحامين، عيشة ايه دي بقى؟ الطلاق احسن وارحم. ده في اديان كثيرة بتحسب المسلمين على ان عندهم طلاق. فهمت ازاي؟ فالطلاق ده رحمة، بيقول لك شيل ده عن ده يرتاح ده من ده، مش اللي بيقولوا كده؟ خلاص انت ايه؟ ما فيش حاجة اسمها اقتلها بقى وتقتلني، ويجي لك بعد الحوادث الست قتلت جوزها وقطعته وحطته في اكياس والكلام ده كله، ما ينفعش. يعني يا اما تعشر بالمعروف يا تفارق بالمعروف، بس بسيطه الحكايه. وانما النساء
عندكم عوان، لأن الست مسكينة. عوان يعني إيه؟ أسيرة في بيتها، حبسها حملها وحبسها أولادها وحبسها رعاية أولادها وعطفها على أولادها ومحافظتها على بيتها، فكأنها أسيرة مسجونة مسكينة، مش عارفة تمشي ولا تخرج بسبب إيه. ولادها عايزة تأكلهم، عايزة تشربهم، عايزة تراعيهم، عايزة تراعي حق زوجها، فكأنها أسيرة بسبب الحقوق الكثيرة المتعلقة بها. فإذا كان ربنا أمرنا بالإحسان للأسير اللي هو العدو لما نأسره في حرب، يبقى من باب أولى بقى تحسن للمرأة وهي ليست عدو بل هي رفيقة العمر. فهمت بقى إزاي؟ عشان كده بيقول إيه؟ إنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا أخذتموهن بأمانة الله، يعني ربنا استأمنكم عليه. أنت إيدك على امرأتك يد أمانة هتسأل عنها، إياك أن تفرط. فهمت؟ أخذتهن بأمانة الله، يعني ربنا استأمن كل زوج على زوجته واستأمن كل زوجة على زوجها وأدوا الأمانات لأهله. فهمت بقى؟ مش تحطي له السم في الأكل زي ما بتعمل بعض الزوجات المجرمات. فهمت؟ طبعا أنت لو وصلت مراتك أنها تعمل كده تبقى أنت اللي غلطان، لأنك كان حقك تطلقها من زمان، مش كده برضو؟ لكن تستاهل أنت تموت مسموم. ليه؟ لأنك أسأت إليها المعاملة فأدخلت الشيطان بينك وبينها، فالشيطان ضحك عليه، وانت بيبقى عندك كياس زبالة كتيرة هتقطعك في كياس الزبالة ان شاء الله، وتريح الناس منك وتخليها مجرمة بعدما كانت غير مجرمة بسبب سوء معاملتك. فهمت بقى؟ فلازم الحياة الزوجية تبقى حياة فيها ايه؟ حسن معاملة وفيها حب ورأفة ورحمة ومودة زي ما ربنا قال كده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله، يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يعني أنا خيركم، كأن النبي يقول أنا خيركم صلى الله عليه وسلم، بس بطريقة غير مباشرة. أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، اللي هي إيه؟ الزواج، صيغة الزواج. يعني إيه؟ قبل ما كان وليها يقول لك زوجتك ابنتي وأنت تقول قبلت، قبل اللحظة دي كانت حرام، بعد اللحظة دي بقت حلال عليك، خلاص كلمة الله بس. يقول لك زوجتك ابنتي في وجود الشهود وانت تقول قبلت، خلاص كلمة زوجتك وقبلت، شوف كلمة، خلاص اتحل، تحول الحرام إلى حلال بكلمة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء. الكلام موجه للرجال، اتقوا الله في النساء، لأن كثير من الرجال أساءوا لمعاملة النساء ولم ينفقوا على النساء في هذا الزمان، فأساءوا للشرع الشريف وخلوا المرأة تخرج من إيه؟ من اعتدالها، وتطالب بأن تتساوى مع الرجل في جميع الأمور. التساوي من جميع الوجوه صعب، لكن المساواة في الحقوق ده ممكن، لكن التساوي من جميع الوجوه لا صعب. يعني تتساوى مع الرجال يعني تبقى زي الرجل من جميع الجهات كده؟ طب خليها تربي لحيتها، ما تعرفش. فهمت ازاي؟ هتصلي وهي حائض؟ ما تنفعش، عمرها ما هتبقى رجل متساويه من جميع الوجوه. الحيض يمنعها من الصلاه، يمنعها من اشياء كثيره، الحمل والولاده، واخد بالك؟ فعلشان كده الرجل اذا احسن معامله المراه مش هتسمع دعاوى ايه النساء يقولوا احنا عايزين ناخد حقوقنا وناخد مش عارف ايه، يقوموا يبالغوا فيخالفوا الشرع الشريف. يجي الولد ياخد ايه؟ ضعف نصيب الانثى في الميراث اللي هي اخته، وبعدين ما ينفقش على اخته وما ينفقش على امه، وهو خد الضعف، يقوم يخلي المراه ايه؟ تقول ايه؟ طب انت خدت الضعف ليه اذا كنت ما بتقومش بواجباتك؟ يبقى خلوا نصيب المراه كنصيب الرجل زي ما عملوا في تونس. يبقى انت اللي خليت لما اسأت استخدام الحقوق يعني القيام بواجباتك جعلت المرأة تطالب بمخالفة الشرع الشريف. تصور بقى، يبقى معصية المرأة متوقفة على معاملة الرجل، فلو عملها معاملة طيبة عمرها ما هتطالب أن تعصى الله فيك أو أن تخالف حد الله الذي شرعه لها. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده كل دعاوى النساء دي نتيجة سوء استخدام الرجال لحقوقهم على مدى قرون، فانبنت الدعاوى اللي انت بتسمعها دي الى ان تصل الى دعاوى يعني تجعل المرأة تكاد تطالب بمخالفة الدين نفسه. ليه؟ بسبب اما جهلها بالدين
أو غضبها الشديد على من ظلمها. فهمت بقى؟ عشان كده الرسول يقول إيه؟ فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. ألا هل بلغت؟ اللهم أشهد. كل حاجة النبي بيشاهد فيها، لأن النبي كشف الله له أحوال أمته اليوم القيامة، عارف إن أمته في رجالة هتظلم ستات كتير، فبيقيم الحج. وبرضه في موضوع إيه؟ لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، يقوم في يقول لهم في ألا هل بلغت؟ اللهم فاشل، يكررها تاني، ألا هل بلغت؟ كل ما يتضح لي وربنا يكشف له إن أمته هتضرب بعضها وتقتل بعضها وتعمل في بعضها. وحصل في حال ايه؟ حياة الصحابة ضربوا بعض وحاربوا بعض وعملوا في الخلاف اللي حصل مع سيدنا علي في خلافته، وبعد كده الدولة الأموية تقتل مخالفيها، وتيجي الدولة العباسية تقتل الأمويين، ويجوا الأتراك يقتلوا الكل، ويجوا وهكذا بقى يتناحر على السلطة إلى ما شاء الله. فربنا ينجيهم. أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ كل ما يقول لك ألا هل بلغت، تعرف إن الناس هيقعوا في المسألة دي كتير. فهمت؟ كل ما يقول لك هل بلغت يعني معناه بيركز عليها. معناه بيركز عليها ليه؟ يعني كشف له إن أمته هتقع فيه. أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس. ما تاخدهاش حتى بسيف الحياء، تحرجه تقوم ايه تضطر تاخد منه، يعني تشوف في ايده سبحه حلوه كده تقول له والله سبحه جميله او تدهني، هو طبعا يحرج لك تفضل، لكن هي بالنسبه له عزيزه عليه ما كانش عايز يديها لك، فاديها لك احرج اسمها وخذتها بسيف الحياء. يبقى لو سبحت عليها ربنا مش هيقبل تسبيح، لانك انت خدتها حرام. فهمت بقى؟ خدتها حرام. يقول لك ده سبحه، يعني سبحه يا عم، سبحه عزيزه على نفسه، بقى له سنين بيذكر ربنا عليها فبقت عزيزه على نفسه. فهمت ازاي؟ انت هتاخد منه حاجة عزيزة على نفسه، تاخد منه المصحف اللي بيقرأ فيه بقاله 20 سنة، يتعود على شكل صفحته، يتعود على، وبتقول له ادهوني ده جميل قوي، طبعا جميلة نفذت من السوق، ممكن تدهوني؟ هو يستحي يقول لك ده بيطلب مصحف، ودهولوش، خده بس خده وفي قلبه مش راضي، يبقى حاره نار في جتتك. يبقى اي حاجة تاخدها من اخيك بغير طيب نفس، مجرد انك احرجته واحرجت مرؤته وكرمه واستغليت كرمه انك تاخد منه وهو مش راضي ومكسوف مستحي، كل ده حرام. او تكرهه بحكم قضائي وانت عارف انه مظلوم، والقاضي الاوراق كانت غير وافيه انه يقدر يبرأ، التبس على الامر فحكم حكم مالي على بريء، وانت عارف بقى انه بريء، تقوم تقول له ما هو القاضي اللي حاكم، انا اعرف اكتر من القاضي، اديني التعويض. وانت ما ينفعش التعويض اللي هتاخده ده حار ونار في جتتك، لانه حرام. فهمت؟ فاياك ان تاخذ مال اخيك الا عن طيب نفس. طيب نفس يعني هو اللي يديهولك كده، هو طيبه نفس، انما تروح تخمه في السوق وتضحك عليه وتبيع له بضاعه مغشوشه وتاخد ماله، حرام. تعمل معاه شركه وتخونه، حرام. تيجي تقسم الورث وتاخد انت الورث ليك وتمنع اخوتك البنات، حرام. فهمت ازاي؟ كل الحاجات دي حرام. مال المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس. فهمت؟ فناخد بالنا من الحكايه دي، لان انتشر اكل اموال الناس بالبطن. فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فاني قد تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعده كتاب الله. الا هل بلغت؟ شوف كل حاجه تكتر، هتكتر بعد وفاة النبي، تلاقيه يقول فيها ألا هل بلغت. ليه؟ لأن ربنا أطلعه على أمال أمته. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. يبقى دل على أن أصل البشر هو سيدنا آدم. ما يجيليش واحد بقى يقولك فيه أوادم كتيرة، يمكن أنت ابن آدم ده وده ابن آدم التاني. مش في ناس بيقولوا كده في أوادم كتيرة؟ ما لا، هو آدم واحد، كلام النبي واضح. فهمت؟ إن آدم خلق من تراب، مش تطور من قرد، ده خلق من تراب على صورته الأدمية كده على طول، لم يتطور من قرد. فهمت بقى إزاي؟ علشان كده بيقول إيه؟
أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم، والقرآن بيقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من إيه؟ من نفس واحدة، خلق منها زوجها، بث منهما رجالا كثيرا ونساء، كأن بيقول لك كل واحد ماشي على الأرض ده أخوك، لأنكم كلكم من آدم وآدم من تراب. فهمت؟ والعجيب إن كل رجل فيه جين من أبو آدم، يعني جين أبونا آدم لحد دلوقتي موجود في كل ولاده، اللي هو جين واي اللي يخليك ذكر، المرأة اكس اكس والرجل واي اكس. واي ده ما جاش إلا من آدم، فهمت بقى؟ الواي ده ما جاش، ملوش مصدر في خلايا كل إنسان إلا من أبوك آدم. يبقى كلنا فينا جزء من أبونا آدم في كل خلية فيك أيها الرجل، فهمت بقى ازاي؟ اللي هو ايه؟ جين واي، اللي هم علماء الوراثه يقول لك ايه، الرجل واي اكس والمراه اكس اكس. فهمت؟ ايها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد، كلكم لادم وادم من تراب. كونوا من تراب، والتراب يوطأ بالاقدام، يعني تواضع بقى، هترجع لاصلك توضأ بالاقدام، مفيش داعي تتعالى على حد، يعني اعرف اصل خلقتك فتواضع. اصل خلقتك تراب يوطأ بالاقدام، واذا كان اصل خلقتك تراب يبقى تواضع، والتراب بينبت الزرع يقوم يفيد الاخرين، فكن متواضعا مفيد للاخرين. يبقى اما ترجع لاصل الخلقه اللي هي التراب، الارض، الارض ايه؟ متواضعه، ثم تنبت لكل المخلوقات تاكل منها، كريمه، فكن كريم تنفع الناس، وكن متواضع لا تتعالى على احد. أكرمكم عند الله أتقاكم، يبقى الكرم مش بالنسب ولا بالحسب ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطة ولا بالقوة الجسدية. شوف عضلاتي قد إيه، يبقى أنا أحسن منك. أنت عضلاتك شوف، ما ينفعش الحكاية لا قوة جسدية ولا عضلات ولا طول، ولا لو كان الطول هو الأفضل يبقى الزرافة أفضل منك، رقبتها قد إيه؟ ولو كانت الشجاعة هي الأفضل يبقى الأسد أحسن من الإنسان، الأسد الأسد أشجع، مش كده برضه؟ لو كان بطول الأنف يقول لك أنفه طويلة، يبقى الزلومة، الفيل أبو الزلومة أفضل. لكن الحكاية مش كده، ده الأفضلية بالتقوى، بعلاقتك بربك، بعلاقتك بمولاك، بمعرفتك للحق، بانصياعك لمراد الله منك، أن تكون نافعا للخلق ونافعا لنفسك ومستسلما منقادا لله في قضائه وقدره وشرعه. هو دي التقوى، هي دي الأفضلية. فهمت؟ أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرمكم عند الله أتقى. طب والنبي يقول إيه؟ أنا أتقى الناس، أتقاكم لله. يبقى معايا كأن النبي يقول إيه بمقتضى القرآن؟ إنه أفضل الخلق. مش ربنا بيقول أكرمكم عند الله أتقاكم؟ طب ومن أتقاكم؟ أتقانا. النبي يقول في الحديث الصحيح أنا أتقاكم لله، يبقى النبي أفضل الخلق. فهمت ازاي؟ على طول. وكل من كان بقى على قلب النبي، كلما كنت قريب من قلب النبي كلما كنت قريب من الأفضلية. فهمت؟ لأن النسب، إذا كان نسب فكلنا لآدم، وآدم نبي، يعني كلنا أولاد أنبياء، مش كده برضه؟ أبونا آدم ده مش نبي؟ أسجد الله والملائكة، يعني مفيش كرامة أكتر من علمه الأسماء كلها، مش كده برضه؟ يعني كلنا أولاد أنبياء. لو المسألة بالنسب بقى يبقى كلنا نمشي عاملين كده أولاد أنبياء بقى. لا يا سيدي، المسألة مش بالنسب، المسألة بالتقوى. ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى. والعربي اللي هو ينطق العربية، والعجمي هو الذي لا ينطق العربية ولو كان عربيا. فهمت بقى إزاي؟ يبقى لأن النبي قال العربية اللسان وليس النسب، العربية إيه؟ اللسان. يبقى أمة النبي كلها عرب، لأن كلهم بيقروا القرآن وبيتعلموا العرب، بقت أمة النبي كلها عرب. وبالرغم أن أمة النبي عرب وبيتكلموا بالعربية وكتابهم عربي، إلا أنهم برضو لا يتعالوا على خلق الله أبدا، لأن الكرامة ليست باللغة، ولكن الكرامة بالتقوى وليست باللغات. لا كرامة بنسب ولا كرامة باللغة، الكرامة بالتقوى. فهمت؟ ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد منكم الغائب، عشان هتيجي الناس تتعالى على بعضها، يجي لك بعض الإيه؟ العرب يتعالوا على الآخرين، واخد بالك؟
ومش كده وبس، ويجي لك بعض الاجناس زي الجنس الآري الالماني يتعالى على سائر الاجناس ويعمل لك الحرب العالميه الثانيه يقتل فيها 60 مليون، كل ده عشان ينصر الجنس الآري على سائر الاجناس. هتلر مش كان عنده جنون بالجنس الآري؟ مجنون بالجنس الآري، وعايز يقول ان الجنس الآري ده هو اللي فوق الناس كلها، وحارب العالم كله وقتل اكتر من 60 مليون وساب اكتر من 60 مليون عاهه مستديمه. كل ده ايه؟ علشان بيعتبر نفسه الافضليه بايه؟ بالجنس. لا يا سيدي مش بالجنس، الافضليه هي هتلر وامثال هتلر، لان دي كلها دعاوى جاهليه. كل الدعاوى اللي هي بالافضليه بالجنس والنسب والحاجات دي، دي كلها دعاوى جاهليه. العبره بالديانه، التقوى اللي هي الديانه والامانه. ليس لعربي فضل على عجمي الا بالتقوى، الا هل بلغت اللهم اشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ايها الناس، ان الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا تجوز لوارث وصيه، ولا تجوز وصيه في اكثر من الثلث. كل دي قضايا مهمه، المواريث ربنا خلاص قسمها، فطالما اتقسمت المواريث تدي له حقه بالميراث، ولا توصي لوارث، لأن لو وصيت لأحد الورثة هتوغر صدر باقي الورثة. افرض أنت عندك 5 أولاد، تيجي تخص واحد منهم بوصية زائدة على باقي إخواته، إخواته يزعلوا منه ويحقدوا عليه، فياخد ادي لكل واحد نصيب. إيه؟ لا وصية لوارث، لأنه إيه؟ يؤدي إلى إغار صدور الورثة بعضهم على بعض، فيتقطع الأرحام. لو هتوصي وصي لغير وارث، ولو وصيت لغير وارث ما تزودش عن التلت، والا هتظلم الورثه. اقصى حاجه الثلث، والثلث كثير. الثلث والثلث كثير. كان سيدنا علي يفضل ان الوصيه تبقى ربع عشان تبقى اقل من التلت، فهمت؟ يعني قال لك حتى ما توصلهاش للتلت، خليها الربع. ليه؟ علشان النبي قال الثلث والثلث كثير، يعني اكتر حاجه. وان كان القانون المصري اخذ بايه؟ بالوصيه لوارث. قانون مصر ليه؟ لان في احاديث قالت لا وصيه لوارث، بس في اسنادها مقال، فالقانون المصري قال لك ايه؟ احنا نجعل في وصيه لوارث لان في مصلحه. ليه؟ لان بعض الورثه قد يكون اضعف من غيره. يعني انت مثلا جبت 5 اولاد كلهم ما شاء الله صحاح البدن والعقل، وتخرجوا من الجامعه وشغالين كويسين، واحد منهم مسكين منجل، عنده تخلف، عنده شلل، اتولد أعمى، ما كملش تعليمه، عنده مرض مزمن، فبيحتاج مصاريف أكتر من إخواته، فهمت إزاي؟ فيمكن ده يحتاج إن يبقى نصيبه أكتر شوية علشان ملكاته أقل من إخواته، فيقوم المصلحة تقتضي إنك توصي له، فهمت بقى إزاي؟ وعشان كده القانون المصري أخذ بهذا مراعاة لأن بعض الورثة قد يكون في حاجة أشد من حاجة الآخر، فهمت بقى إزاي؟ مراعاة لهذا. وعلشان كده على الورثة إن هم يقبلوا وصية أبيهم ويحللوه من الوقوع في الحرام، فهمت؟ ليه بقى؟ لأن يمكن الأب شايف وجهة نظر، عنده بناته كلهم متزوجات زواج ناجح، وبنت منهم مسكينة مطلقة وعندها أولاد، وجوزها ما ترك لهاش حاجة، أو جوزها مات وهي صغيرة، فهمت إزاي؟ فأنت شايف إن البنت دي حالها أضعف من غيرها، فتقوم توصلها شوية زيادة عن بقية إخواتها، ممكن. وعلى الأولاد إن هم يقروا أبيهم في فعله ولا يؤثموه في الآخر، فهمت إزاي؟ ليه؟ لأن وجهة نظر أبوهم يحترموها، فهمت؟ فلا يقيعوا في الإثم. لكن أصل الشرع لا وصية لوارث، أصل الشرع. لكن لما طرأت المصالح ابتدى العلماء يقول لك إيه؟ يجوز بس بمسوغ، يبقى في مسوغ مش بدون مسوغ. مسوغ مرض، ضعف بتاع، صغر سن، راجل مثلا اتجوز في سن كبير وولاده كلهم بقوا كبار، وبعدين انجب طفل صغير وهو عنده 80 سنه والطفل لسه رضيع، وولاده التانيين كلهم كبروا واتجوزوا وخلفوا، وخايف يموت والولد ده لسه عايز يتربى ويدخل مدرسه، ويعني يقوم يديله نصيب اكتر من اخواته الكبار. طرأت مصلحه، فهمت بقى ازاي؟ علشان يأمن له مستقبله، فهمت بقى المساله؟ فلطرق المصالح قد تستوجب الوصيه للوارث لطرق مصلحه، فالشرع الشريف ايه؟ اقر مراعاه المصلحه. لكن الاصل ولا وصيه لوارث، هو ده الاصل الدليل. يبقى الرخصه وصيه لوارث، والاصل
لا وصي الوارث، لأن تعريف الرخصة ما كان على خلاف الدليل لعذر، لكن الدليل يقول إنه لا وصي الوارث. فهمت بقى المسألة؟ ونقف عند هذا الحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.